ميرسي كبير جميل. زومي شي شوي زومي شي شوي زومي شي شوي هاك صح صح. مرحبا بك بتسي هشام. الله يحفظك. مرحبا بك. صافي نتوكل على الله. ها نتوكل على الله. اذا مساء الانوار، مساء الخير، مساء السرور لكل متتبعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، وتحيه خاصه للناس الوجاده كما تنقولوا مدينه وجده. واليوم كما تنقولوا حصلنا السي هشام هنا في مدينه مراكش، فغادي نسولوه يعني السي هشام خاتير معروف والمحبوب لدى الفنانين المغاربه بصفه عامه. ندوي على ايمن السرحاني، ندوي على بلال، ندوي على سعيده شرف، ندوي على يعني مجموعه ديال الفنانين تيتعامل معاهم، وكذلك اليوم فضيل. فغادي نسولو اول سؤال، هشام خاتير اش يدير في مراكش؟ سي هشام مرحبا بك بعدا معنا. ترحب بك جنة. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك سي زكريا، وشكرا ليكيب شوف تي في والمتتبعين. انا في مراكش، عزيز عليا بعدا مراكش. انا كل ما تجيني هنا انفيتاسيون مراكش ما كنراطيهاش. نعم. دونك هذه المجيه هذه جيت على عود العمل مع الفنان الكبير خويا فوديل. دونك كنا درنا اغنيه جديده ان شاء الله غتخرج تري تري بيانتو، جينا باش التورناج تاع الكليب هنايا. نعم. دونك هذه الاغنيه سميتها فنانه فور، من كلمات الفنان علاء بارولي وتلحيني وتوزيع فوالا متواضع. تبارك الله. يعني كل شيء يعني كان تيتساءل طلع في هشام بانه دائما وراء الستار، ما تيبغيش الاضواء، ما تيبغيش كنا نقولوا انه تسلط عليه يعني الـ يعني الميكروبات ويعرفوه الناس. من نعرفوا هشام البدايات ديال هشام وكيفاش دخل المجال الفن. والبدايات ديالي كانت بكري بكري بكري، في 1976 كانت في عمري 6 سنين. بارك الله. الله يبارك فيك خويا زكريا. دونك كانت في وجده، انا زايد في وجده وولد وجده. دونك كانت في معهد الطرب الغرناطي مع الجمعيه الاندلسيه، وكان الاستاذ ديالي سي محمد شعبان والشيخ صالح. كنبلغ له السلام وكنشكرو بزاف بزاف بزاف. دونك كانت عندي مسيره تاع 13 سنه في الغرناطي والاندلسي، ومن بعد اتجهت للفن الراي والشرقي وعده انواع موسيقيه. ومن بعد بديت التوزيع الموسيقي، التوزيع الموسيقي والعمل في الاستوديو كان مع الاخ والصديق والحبيب محمد بوشنق الله يرحمه. الله يرحمه. اللي تعلمت منه بزاف. نعم. وكانت كيفاش كانت العلاقه مع بوشنق؟ هما كاملين الاخوان بوشنق خوتي. شنو هي، انا كنت قريب بزاف 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 لمحمد. كان اخ وغادي يبقى توجور في القلب، الله يرحمه ويوسع عليه. نعم. يعني اول انطلاقه اللي يعني بصمات على المسار ديال هشام بطبيعه الحال. هو درت عده اعمال في التسعينات في استوديو. نعم. مع خويا بوشناق حامي محمد. و دونك كان واحد العمل اللي كان دار ان كرون سوكسي، اللي هو
اول البوم ديال الفنان دوزي. اول البوم ديال الفنان دوزي اول البوم كان في 1996. نعم. دونك اول البوم وكان كان نجح بزاف وهذه والحمد لله. من تما في هذيك الوقيته كان جاتني بعدا الكونترا وهذه مشيت لباري. دونك في باري كملت المسيره ديالي الفنيه ودرت دي ستاج تما في لوسون وصافي ودرت في باري درت الاستوديو ديالي ومن بعد خدمت مع عده فنانه وهكا بدات المسيره. يعني اول فنان يعني دار فيك الثقه وبديتي مع المسار في فن الراي يعني المشهور. يعني مشهورين؟ نعم. مشهورين كان شاب انوار. نعم. شاب انوار شاب انوار الجزائري اللي كان غنى ألا لا العروسة علاك العالي كان غنى ديو مع خالد صلوا على النبي وصحابه عشرة. دونك كان لقاني به الصديق والأخ اللي كان سلم عليه بزاف خالد جداني كان المناجر تاعو وخالد هو ابن مدينة وجدة كان مناجر ديال الشاب أنوار وعدة فنانة. دونك كان تقفية وفي العمل ديالي وتلاقينا وكنا درنا أغنية اللي كانت ناجحة بزاف الشاب أنوار تاع الحبيبة قولي جتم. نعم. وهذه هي الانطلاقة ديال هشام بطبيعة الحال في مدينة باري ودارت دارت ان كرون سوكسي. ومن بعد اون 2001 كنت درت واحد الأغنية مع الشاب حنينو اللي كانت دارت سوكسي كبير. هي كانت في النوع الرقادة علاوي كانت مع الفنان حنينو وجداني لدوار الزين وجداني لدوار الزين فوالا وكانت هذه هي الانطلاقة مشهورة الأغنية بزاف. كانت دارت ان كرون سوكسي. دونك هكا والاسم بدا الحمد لله شوية يتعرف وهذه دونك بدا يثقوا فيها الفنانة. دونك جي اونشيني مع فنانة ديال الراي سورتو تاع الراي واخا بزاف الناس عارفيني بلي كندير غير الراي دونك نعم. متخصص في الراي يا سي فغي لاقاش عندي بزاف الاعمال في الراي ولكن درت اعمال في اوريونتال. عندي ان البوم تاع 40 شونسون غير موسيقى صامتة بيلي دانس. نعم. تاع الرقص المصري كنت درتها مع يونيفرسال اون 2006. عندي اعمال في الراب كنت خدمت مع الفنان ريمكا دونك ريمكا ديال 113. دونك شويه هاك شويه هاك شويه هاك اي الله يبارك فيك خويا زكريا. دونك يعني ومن بعد جات اعمال مع فنانه ديال الراي سواء جزائريين ومغاربه. هذا هو السؤال اللي بنسولك يعني كيف دار علاقتك مع الفنانين الجزائريين والمغاربه يعني باش تجمع ما بين هاد الالوان. تندوي على حنا تندوي على مغاربه تعشقوا الفن الراي وكاين فنانين تعشقوا الفن الراي وفنانين جزائريين اللي اصلهم يعني فن هذاك الجزائري. نعم تفضل. الله يحفظك. دونك شوف انا ما عمري ما من كنت عامل مع فنان ما عمري ما فرقت ما عمري ما شفت الجنسيه زعما ديالو واش مغربي ولا جزائري. والصراحه الحمد لله كل ما خدم مع فنان هذه ضروري كاع الفنانين اللي خدمت معاهم كانوا اصدقاء وعزاز عليا ولاو خوت والحمد لله من اللي بديت لحد الان. دونك غير شنو هي في الراي خدمت انا مع عده فنانه جزائريين في الراي مثال كاين شاب عباس شاب طارق كادر جابوني. نعم. كاينين الشاب بلال. نعم. بيان سور بلال هذا هو السؤال اللي بنسولك يعني هشام خاتير ارتبط في واحد الوقت ارتبط الاسم ديالو بالشاب بلال يعني كان عندكم اعمال كثيره منكم وبين الشاب بلال. كيفاش بدات هذه البدايه ديال الثقه ديال العمل؟ وشوف كما قلت لك كانت اعمال اللي الحمد لله نجحت وكانت البركه هذه دونك الاسم بدا يدور. دونك اي موزع في العالم من يخدم شي اعمال
وتكون ميسره ودير دي سوكسي دونك غادي يتصلوا به غادي يتصلوا به فنانه. دونك انا كان 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 اللقاء مع الشاب بلال و اون 2007 دونك درت معاه اربعه ديال لي زالبوم. الالبوم الاول كان فيه سبعه الاغاني، الالبوم ديال امين يا ربي امين. الالبوم الثاني كان ديال ساراغوسا، تاو دار سوكسي كبير ساراغوسا. الالبوم الثالث الالبوم ديال خلينا اميغو، والالبوم الرابع كان اون 2012 لاباس عليك يا ما لاباس. نعم. دونك شاك البوم كانوا فيه تقريبا 7 8 الاغاني هكا. نعم. واحد الوقيته توقفتي على العمل مع بلال ورجعتي ثاني، اشنو هو السبب؟ شوف في هذا الدومين هذا تاع التوزيع والاستوديو ماشي يكون واحد السبب باش ما نخدمش مع فنان ولا. دونك كاين فنانه اللي بغاو يبدلوا لو ستيل، كاين هي هذيك الفنان اللي كيحبس هو يحبس، كاين فنان اللي ما عرفتش كيوقعوا. دونك كاين بزاف تاع بزاف ديال الفنانه اللي خدمت معاهم، راه ماشي غير بلال ولا، كاين بزاف اللي خدمت معاهم باغ اكزومبل في 2006 ومن بعد 2014 رجعنا. دونك هذا الدومين داير هكا، دونك ما كان زعما واحد مشكل. يعني تنتحدثوا حنا على الفن الراي بصفه عامه، يعني ولا كما تنقول واحد اللون اللي تيفضلوا بزاف ديال الفنانين بطبيعه الحال، بحال سعيد شراف، بحال ايمن السرحاني، بحال عدلي، يعني هادو فنانه ولا تعطوا للفن الراي، يعني هاد الاهميه ديال وشوف فن الراي راه معروف ومعروف من بكري وعزيز على الناس تقريبا الناس كاملين. دونك اوتوماتيكمون غادي يكونوا دي جون طالون اللي طالعين غادي يبغيو يغنيو الراي، وكاينين فنانه اللي معروفين غادي يبغيو يغنيو الراي، ولا حتى اللي ما كانش يغني في لو ستيل راي غادي يجرب. لاقاش الراي روحاني كوم. نعم. روحاني. نعم. وكان راه قريب اكثر من 40 عام وانا نسمع الراي وعايش في وسط دونك هذيك الروح تاع الراي ساكنه في 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 في, في الذات. نعم. دونك هي هذه الوغ صراحه. وكاينين فنانه كبار اللي مغاربه اللي عطاو في الراي بزاف، بعدا كالفنان الكبير محمد عدلي تبارك الله عليه حتى هو في الراي ما شاء الله. دايوغ لا شونسون لو ديو مع الشاب عباس روحوا ليها وعايروها، دارت سكسي كبير وما كانش اللي ما عجباتوش، سواء مغاربه سواء جزائريين تبارك الله. دونك مزيان. فوالا. نعم. يعني خويا هشام تنشوف بانه الفنان المغربي ولا تيقحم الرقاده، يعني الفن الشعبي ديال الرقاده وجدي ولا تيتقحم في الاغاني المغربيه، يعني هذه الاهميه ديال انه التراث هذا ولا تيلمس الفنان في الاعمال الفنيه ديالو. ايوا شوف انا من انا من الجهه الشرقيه موجوده كنقول الحمد لله مزيان ان هذا اللون تاع الرقاده تاع الجهه الشرقيه ولا تعرف ولا الناس كيبغيوه ويسمعوه، حتى اللي ما كانش يسمعوه اللي ما كانش واصلوا اليوم راه يتسمع. دونك وصل للناس معدة اغاني اللي كانت ناجحه، ماشي غير الاعمال اللي خدمتهم انايا، مي كاينين بزاف الاغاني زوينين رقاده والناس وصلتها. دونك في الوقيته ديال كورونا كنا خرجنا، كنت خدمت اغنيه للفنان مختار البركاني ونديو مع السرحاني، دونك الفاكانسيا اللي كنت درت لها التوزيع والتسجيل دونك كانت ناجحه ونجحت، دونك تمشات مزيان، ومنها ان كثير ديال عده فنانه مغاربه اللي ما عمرهم فكروا انهم شي نهار يسجلوا في هذا لو ستيل رقاده، كانوا عيطوا لي باش زعما نديروا ستيل رقاده وصافي بليزير. دونك كما قلت لك في الاول انا كوني وجدي كندافع على المنطقه ديالي، وان شاء الله ان شاء الله نزيدوا بالقدام المنطقه ديالنا ان شاء الله. يعني كيفاش تشوف انت الفن ديال الراي الان سي هشام؟
ايوا الفن. يعني تنشوفوا ما شاء الله يعني وصل للعالميه بفضل الاغنيه ديال خالد يعني اللي تقحمت في واحد الفيلم امريكي. يعني دروك انا نشوف هذاك الفن ديال الراي يعني واش غلبات عليه شي شويه الواي واي. شوف الفن فن الراي راه كان مشهور وكان عالمي بكري كما قلت انت خويا زكريا كما قلت مع خالد مع فوديل. فوديل تبارك الله دار دي غون سوكسي و ان دو تروا سولي عاوتاني كانت حاجه كبيره كانت سيت ان ايفينمون عالمي تبارك الله اي من بكري. وتا اليوم راه مازال باقي الراي. وبالنسبه للواي واي شوف كل فتره وكل كل بيريود وعندها الـ عندها الـ عندها الستيل تاعها عندها لا جينيراسيون ديالها. انا نقدر نقول لك من خلال تجربتي المتواضعه وليستواغ اللي نعرفها على الراي. الراي نقدر نقول لك الراي كل 10 سنين انا عارف شنو يعني كل 10 سنين كتخرج موجه وهذه الموجه كدير ضجه ولكن كتبقى توجور جايه من الروح ديال الراي غير شنو هي في التوزيع وشويه بكلمات ولا لا تكنيك هكا تاع التسجيل ولا كتبدل. دونك هذيك لا جينيراسيون الجديده هي اللي كتعطي هذيك الروح الجديده مي كتبقى غير راي. وكل 10 سنين بحال بكري في السبعينات والثمانينات كانوا التسجيلات كان الراي كان لا بليبار كان اكوستيك كان بالباتري دربوكا ترومبيت كمانجا وكل شيء. من بعد دخلوا الات بحال بواطاريت وما هذه. دونك جات ذاك الفتره تاع من 88 لفوق حتى 2000 جات الاغنيه العاطفيه المرحوم حسني وكان المهم كان بزاف الفنانه. من بعد جات الموجه تاع من 2000 ل 2010 واحد الراي اللي كان راي شبابي وكان كانوا موزعين. ونذكر الفنان الموزع الجزائري الله يرحمه تاج الدين كان عطى واحد لاتوش في هذيك الفتره. ابخي من 2010 ل 2000 ولا لحد الان ولا راه كاين الواي واي كاين الواي واي عاوتاني حتى هما الموجه ديالهم وكل واحد والاذواق فهمت ما كت كل واحد. واش تعتبر الواي واي فن؟ شوف كما قلت لك انا كنحترم اي انا اي صون كنحترمه لحقاش راه ما انسان ما غاديش يجي ويدير ان سون غير هكاك. دونك واخا ما يعجبش بزاف الناس ولا يعجب ولا دونك راه كاينه شي حاجه علاش ندار هذاك لو سون. نعم انا كنحترم دروك اي واحد يدير شي حاجه كنحترمها. ابخي تبقى الاذواق وشوف وكامله في هذه الفتره هذه واخا راه اليوم الواي واي راه كاين اغاني اخرى اللي هي راي وبتوزيعات اخرين وكاين اللي بقى عاوتاني في لو ستيل القديم في التوزيعات باغ اكزومبل في الكلمات ولا ديال الراي. باغ اكزومبل كنا درنا واحد لوماج للمرحوم المازوزي مع الفنان فوديل تاع استوار شابه وعطينا ديك الروح ديال لو فغي غاي ديال بكري. دونك صافي بليزيغ. ولا شونسون مع عباس ومحمد عدلي خدمتها في التوزيع فغيمون بواحد الروح ديال لاكورديون الكمانجا وهذه باش نفكروا الناس اللي كانوا يسمعوا الراي بكري هذيك لا نوستالجي باش نعطيوها لهم يتفكروها والجيل ديال اليوم باش يعرفوا شنو كان يندار بكري يسمعوا. دونك هذه رساله راه كنحس بها باللي كان على العاتق ديالنا كان نحاول ديما ما كنساهاش من جيني الفرصه باش ندير شي توزيع بحال هكا راني نديرو. يعني دائما تحافظ على هي هذا هو. يعني شنو هو الجديد ديالك السي هشام؟ والجديد ديالي في التوزيع الجديد ديالي عندي اغاني مجدهم الفنانه عده فنانه كفوديل ان شاء الله عندنا جوج اعمال ان شاء الله غادي يخرجوا. عندي عمل مع الفنان مومن
مومن هو اللي كان غنى لا شونسون دارت ان كون سوكسي حبيبها مول 504 مع ريمكا. عندي اغنيه ان شاء الله هذه تخرج مع الفنان محمد عدلي. مهم باش ما ننسى حتى شي واحد مع الفنانه سعيده شرف. يعني شنو العمل اللي بيكون مع سعيده شرف؟ خلي مفاجاه ان شاء الله هذه يخرج مور رمضان. شي حاجه نايضه تعرف الصيف هذا ان شاء الله. فوالا كنت ديجا درت لها جوج الاغاني العرس في دارنا رقاده ودرت لها يجيو يقولوا يجيو يقولوا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك خويا العزيز. رسالة يعني شي كلمه للجمهور ديالك العشاق هشام خاتير اللي دائما كما تنقول لهم مخبي ما تيبغيش يبان العلن. شوف كنقول لهم سيروا الله يعطيكم الخير. وهذه على ذكر سير سير فكرتيني انت سير كان عندي واحد العمل كنت خرجت اغنيه ديال سير في الوقيته ديال اللي فرحونا المنتخب وراهم ديما مفرحينا ان شاء الله ومازال غادي يفرحونا. دونك كنت خرجت سير راها مربوحه سير وسير سير دونك كانت نالت نجاح كبير وهذه وان شاء الله. وهذا سير هي اللي خلاتني انا نفكر نخرج اعمال ليا بالغناء ديالي ان شاء الله وغادي يكون قريبا ان شاء الله. وكنقول لك اخويا زكريا شكرا بارك الله فيك وكنشكر شوف تي في وعلى التكبيره والمتتبعين تاع شوف تي في وتبارك الله عليكم. وسير سير 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 راه مربوحه ديما سير ان شاء الله. تبارك الله عليك. يعني الروح المرحه اللي فيك والقلب الكبير ديال هشام خاتير اللي ما تيخرجش العنان كما سبق وذكرت. كانت لنا فرصه اليوم كما تنقولوا حصناك بهذه العباره. شرف ليا حصناك هذه الحصله هذه وخرجتي معنا في هذا المباشر كما تنقولوا على قناه شوف تي في. فنتمناو لك التوفيق. هشام معروف عند الفنانين وربما معروفش عند المغاربه ولكن كانت فرصه اليوم باش اننا نقربوا نسلطوا الاضواء على هشام خاتير الفنان المتواضع الجميل الحساس كما تنقول يعني حساس في الفن ديالو في العطاء ديالو مع الفنانين. ما بقاش نشكركم شكرا لكم الا بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تي في.